السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة لبينة 6. تحدي: أقرأ النص وأجيب عن الأسئلة. قراءة الأولى، القراءة الثانية، ليس في كل مرة. نقرأ النص. كان لدى بائع المجتهدين حمار قوي يستعين به في حمل أكياس الملح في السوق البعيد. وفي أحد الأيام الصيفية الحارة، وهما يعبران نهرا صغيرا متعرجا، زلت أحد قدم الحمار فوقع في الماء السريع الجريان. يعني كان غادي الحمار هاز ملحة كيس ديال الملح وسقط، زلت يعني زلقت رجل ديال الحمار مع في هذاك النهر اللي غادي يقطعو همايا، كيقطع بالحمار ولكن كيبقى الملح الفوق، ولكن دابا ملي زلت الملح غادي ينزل تل ينزل به الملح حتى الماء، هذاك الاكياس ديال الملح. في لحظات معدودة ذاب الملح، ذاب الملح، واصبحت الاكياس خفيفة كالريش، حيت الملح كيذوب كما كنقراو في النشاط العلمي، يذوب الملح في الماء، ذاب داك الملح في الماء ديال النهر مع الماء كيجري، ما تولي اكياس فارغة. انزعج البائع المسكين الذي خسر جزءا كبيرا من بضاعته الثمينة. أما الحمار الماكير فقد أسعد كثيرا بهذه النتيجة غير المتوقعة، ما كانش كيتوقعها هو الحمار، جات صدفة. ومن ذلك اليوم ومن ذلك اليوم أصبح يكرر الخدعة في كل مرة يمران فيها بالنهر. هذاك الحمار ولا كيكرر هذيك الخدعة، دايما كيدير راسو كيتزلق لرجلو وكيهبط بالأكياس ديال الملح الماء وكدوب، كيمشي خفيف، تقول زعما راه هذه الطريقه اللي نخفف الوزن بها ونمشي بخير. ليكمل الطريقه مستريحا دون عناء. بعد اسابيع قليله، وبعد ان تاكد البائع من ان قوائم حماره لا تشكو من اي اصابه او مرض، الحمار ما فيهش شي حاجه، علاش كيبقى يزلق ديما؟ اش كيدير راسو كيتعثر؟ فطن اخيرا لحيله الحمار الذكيه، فقرر ان يلقنه درسا لن ينساه. إذن هنا يبين الذكاء ديالو البائع، خصو يبين الذكاء ديالو قوى من الحمار. شنو الذكاء ديالو؟ شنو خصك ديرلو؟ شي حيله انت اللي تربيه عليها مزيان. بعد اسابيع قليله، وبدا ان تاكد البائع من ان قوائم حمار تشكو قلنا سبسي او مرضين، فاطينا اخيرا الى حيله الحمار الذكيه، فقرر ان يلقنه درسا لن ينساه. اذا شنو يدير؟ في صباح اليوم الموالي حمل البائع الاكياس كالمعتاد، اكياس جاب الاكياس اللي تحطها، لكنه اخفى ابتسامته، اخفى ابتسامه مكيره، ابا شي حاجه داير. وعند بلوغ النهر اعاد الحمار الكره ظنا منه انه سيتخلص من حمله الثقيل مره اخرى، لكنه وجد هذه المره صعوبه بالغه في الخروج من الماء. لا زعما ما دابش الملح ولا، اذ اصبح حمله اثقل بكثير، ولا الحمل ديالو اثقل، إذا ما كاينش الملح ما كاينش حاجة أخرى هي اللي ولات ثقيلة. كان صاحبه الفطن قد استبدل الملح بأكياس مملوءة بالإسفنج، البونج، البونج إلا درتيه في الماء يبقى يشهد الماء كيولي ثقيل بزاف، شد باش بونجة كبيرة معمرة بالماء ما تبقاش خفيفة تولي ثقيلة، الذي امتص الماء وتضاعف وزنه. ضحك البائع من حيرة الحمار حار وإرهاقه، وقال له مبتسما: هذا جزاء من يحاول التحايل على عمله. منذ ذلك اليوم تعلم الحمار درسه، تعلم الدرس، أصبح يعبر النهر بحذر وأمانة، مدركا أن الصدق والعمل الجاد هما أفضل طريق للنجاح. الكذوب والخداع ما كيناش، خاصك الصدق والعمل الجاد. أجيب انطلاقا من النص: كيف اكتشف الحمار الحيلة لتخفيف العبء؟ كيفاش اكتشف الحمار الحيلة انه يخفف العبء ديال هذيك الملح اللي كان هاز الفوق في الاكياس؟ واش بواسطة ذكائه؟ كان عار بان الملح تما ودار راسو زلت الرجل ديالو باش يذوب الملح، او لا بالصدفة، او لا بالتفكير العميق فكر بزاف، او لا بتكرار المحاولة مرة من مرة. اذا شنو هي؟ خصكم تعرفوها. أسعد كثيرا بهذه النتيجة، هذا الحمار زعما غير المتوقعة، غير متوقع، غير صدفة جاتو، إذا بالصدفة. جيد، نمشيو الصفحة مولي هنا الصفحة 49.
لبنة التحدي يعني كما قلنا لبنة ستار، كيف أصبحت حمولة الحمار خفيفة؟ كيفاش أصبحت الحمولة الحمار خفيفة؟ شو السبب اللي خلات خلي أن الحمولة ديال الحمار خفيفة؟ علاش؟ واش خفف صاحب الحمولة الحمولة؟ واش ولي خففها؟ أولا أصبح يحمل إسفنجا بدل الملح؟ أولا ذاب الملح في الماء؟ أولا سقطت أكياس الملح في الماء؟ أنه ذاب الملح وأصبحت الأكياس خفيفة كالريش. ذاب الملح في الماء واللي خلى الوزن إخفاف. لماذا وجد الحمار صعوبة في الخروج من الماء؟ إذن علاش الحمار وجد صعوبة في الخروج؟ لأن فر المرة الأولى باش ذاب الملح لقى سهولة من الخروج، ولكن ندلوا الإسفنج وامتص الإسفنج الماء أصبح الخروج من النهر صعب. إذن بسبب ماذا؟ لماذا وجد الحمار؟ لأن الإسفنجة كما كاين هنا لأن الإسفنجة امتص الماء وتضاعف وزنه، داكشي باش ما خلاش أن ما قدرش الحمار يخرج، لأن الإسفنجة امتص الماء وتضاعف وزنه. تولي خلى المشكل انه الوزن ولا يتقل بزاف. تعثر الحمار في النهر كل مرة، لان علاش كان كيتعثر الحمار كل مرة ماشي في اول مرة؟ اول مرة زلت القدم ديالو ديجا جا صدفة وزلت القدم ديالو بصح ماشي دارها هو الحمار صدفة، يعني عن قصدين جات صدفة، ولكن قال لك هنا كل مرة، راه كيأكد لك هنا تعثر الحمار في النهر كل مرة، لان علاش؟ واش جريان الماء كان قوي او لا الحمول؟ لو قال لك لماذا تعثر الحمار في النهر لاول مره ماشي هذه، لاول مره تقول له لان جريان الماء كان قوي، ولكن هو قال لك هنا لماذا تعثر الحمار في النهر كل مره ماشي غير في المره الاولانيه، كل مره ولا كيتعثر؟ واش جريان الماء كان قوي؟ لا. حمولته ثقيله؟ لا. يريد ان يخفف من حمولته؟ قوائمه ضعيفه؟ لا. اذا يريد ان يخفف من حمولته ولا كل مره كيولي عاوده هاي. وأصبح يكرر الخدعة في كل مرة يمران فيها بالنهر. كل مرة كيولي عاود يكرر هذيك الخدعة، صافي. إذا واضح. لماذا استبدل البائع الملح بالإسفنج؟ علاش؟ حتى يصبح الوزن ثقيلا عند المرور من النهر. لماذا استبدل البائع الملح بالإسفنج؟ الملح كيدوب، الإسفنج لا. حتى يصبح الوزن ثقيلا عند المرور، لأن الإسفنج يمتص الماء، لأن الإسفنج كيمتص الماء كيزيد الوزن ديالو ماشي بحال الملح كدوب. لماذا لم تنجح حيلة الحمار في نهاية القصة؟ علاش ما نجحتش القصة؟ الحيلة ديال الحمار علاش ما نجحتش في الآخر ديال القصة ماشي في الأول، في آخر القصة؟ لأن مياه النهر كانت ثقيلة، كانت قليلة؟ لا، النهر دائما كان سريع الجريان، لأن الحمار كرر الخدعة كثيرا، كيكررها ديما، ولو لأن الحمولة مختلفة، أجل، الحمولة كانت مختلفة، لأن كان ملح؟ لا، ولا إسفنج، وبالتالي الحمولة اختلفت، لأن البائع سلك طريقا مختلفا؟ لا. كيف أظهر الكاتب أن ذكاء البائع يفوق ذكاء الحمار؟ كيفاش كيبين الكاتب اللي كتب هذه القصه هذه ان الذكاء ديال البائع كيفوق ذكاء الحمار؟ بتغيير الملح
بالإسفنج داخل الأكياس. باش بين أنه البائع هو ذكى منه بأنه غير الملح اللي كانت في الأكياس بالإسفنج، بتغيير الملح بالإسفنج داخل الأكياس. إلى هنا ينتهي الفيديو، دمتم في رعاية الله.